خبر تاني الحقيقة، لأن البعض بيؤكد ده كلام جاي لنا، أن البعض بيؤكد أن لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا، بعيدا عن أن شيكابالا زمالك والكلام ده كله. أنا مش عايز أتكلم على أندية ولا بعيدا عن اسم شيكابالا، ماليش دعوة، ولكن هو إيه المبدأ اللي حضرتك عايز تحطه لو هذا الكلام صحيح؟ أنا ما أعتقدش أن الكلام ده صحيح مبدئيا، لكن إيه المبدأ اللي حضرتك عايز تحطه أن لاعب يضرب لعيب، او انا اسف، يروح يشتم او يتلفظ او يحاول التعدي على رئيس اتحاد او على مجموعه امن او على كذا او على كذا او على كذا، ايه بغض النظر عن مين، شيكابالا او غيره، ولكن هو ايه المبدا اللي حضرتك عايز تحطه اذا كان هذا الخبر صحيح؟ هو مش خبر، هو البعض بيؤكد ان لجنه التسويه والتحكيم تلغي قرار ايقاف الاعلاميين واسماء على السوشيال ميديا والكلام ده كله. فأنا الحقيقة برضو استوقفني الكلام ده، بعيدا عن أهلي وزمالك لا، أنا بتكلم على المبادئ اللي النادي الأهلي دايما بيحترمها، المبادئ اللي النادي الأهلي دايما بيخاف عليها، المبادئ اللي دايما اللي اتكلم عليها أو اللي شفناها امبارح في مؤتمر الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته، هي دي اللي أنا بتكلم عنها. هو إيه المبدأ اللي حضرتك عايز تحطه؟ إيه المبدأ اللي عايز ترسخه جوه الشباب اللي بيتفرج علينا؟ عميد مرجان في مكالمته النهارده قال لك ايه؟ قال لك احنا بنعمل حاجه عشان الشباب او الاجيال القادمه في مصر كلها يشوفوها مننا. فالحقيقه يعني خبر غريب او كلام غريب جدا بيتقال في هذا الامر، لانه في الاخر هل ممكن اي حد، يعني ممكن انا وانا ماشي في الشارع كده اشوف واحد اغلط او اغلط فيه او اتهجم عليه وامشي؟ الراجل يروح يعمل فيا محضر وما يحصلش فيه اي حاجه؟ لا، بدون اي عقاب. اعتقد ان شيء ما اعرفش